بالتأكيد على مدار شهر رمضان تابعنا كتير من المسلسلات والأعمال الدرامية، لكن كان في يعني الحقيقة شد انتباه كده لعدد من المواهب الشابة والنجوم الكتير اللي ظهروا وخطفوا الأضواء وقالوا أكدوا ببصمة واضحة جدا أنهم يعني بيبدأوا مشوارهم الفني بقوة وبانطلاقة يعني حقيقية بتؤكد أن الفن المصري يعني ولاد، وفي كتير من النجوم اللي بتظهر على مدار السنين. معانا النهارده واحد من نجوم شهر رمضان الماضي بقى، واللي طبعا ظهر في مسلسل من المسلسلات اللي حقق نجاح كبير جدا، وهو العتاولة، الفنان المهندس أمير عبد الواحد. ازيك؟ صباح الخير. يوم صباح سعيد. النور. ازيك؟ اهلا بيك يا أمير. احنا هنا بنتكلم، هنتكلم عن العتاولة، وهنتكلم عن برضو اعمال تانية وما هو قادم ان شاء الله. شخصية خرطوشة اللي أديتها، ولمتابعي المسلسل شافوا من بعد الحلقة 9 تقريبا اللي توفى الله فيها خرطوش، يلا البقاء لله، ربنا يديك الصحة، بقى ترند. هل كنت متوقع نجاح الشخصية بالشكل اللي احنا تابعناه؟ والله والحمد لله أولا وأخيرا. بس هو يعني كمان المسلسل علشان الحمد لله ما شاء الله يعني في نجوم كبيرة قوي، أكيد فأكيد أنه متشاف كويس قوي من الشارع، لذلك دي كانت فرصة كبيرة بالنسبة لي، يعني ان انا اكون موجود في وسط كوكبة النجوم دي، ان انا اتشاف بشكل كويس، وحاولت يعني ان انا اجتهد قدر الامكان ان انا اعمل حاجة كويسة، والحمد لله يعني. يعني انت اشتغلت مع ثلاثة من الكبار، يعني احمد السقا طبعا مع حفظ الالقاب بقى طارق لطفي وجماله، وباسم سمرة وعباراته القوية. يعني حتى الترندات اللي ظهرت من المسلسل كانت مميزة جدا وما زالت على السوشيال ميديا. يلا بينا. خلاص دخلت ضمن والمال الحلال اهو، والحاجات ضمن القاموس. فوجودك في عمل زي ده خلينا بقى قبل اختيارك للدور ده والمميز اللي موجود مع فنانين مميزين، بتأكيد وانت بترسم ملامح كده بتوع الهندسة القلم والورقة بالنسبة لهم حاجة مهمة، وانت خريج كلية هندسة، فانت أكيد كنت بترسم كده خطوط ليك هتمشي ازاي علشان توصل لحلمك ان انت تبقى ممثل. كنت وانت بترسمها متوقع انك هتقف مع الناس دي، وإيه الخطوط القوية اللي حطيتها تحت كل اسم؟ أنا هاخد منه حاجة من أدائه، هتعلم منه، هقرأ من شخصية السقا كذا، هقرأ من شخصية باسم سمرة كذا، هتعلم من طارق لطفي كذا. هو أولا هو مش اختيار أنا للدور، هو اختيار طبعا المخرج أستاذ أحمد خالد موسى، هو اللي اختارني للدور، واختار مجموعة من الشباب. حقيقة الراجل يعني بينتقي بعناية. موافقتك على الدور يعني. طبعا. بس انا قصدي ان يعني برضو عايز ادي استاذ احمد حقه، ان هو ساعد شباب كتير موهوبين، طلع ناس كتير موهوبة في المسلسل، دي حاجة تحسب له جدا وتحسب للمسلسل. فالدور بقى نفسه شغل عليه هو، طبعا الورق والقلم ده مهم جدا. استاذ احمد السقا واستاذ طارق لطفي واستاذ باسم سمرة وكل الناس اللي في المسلسل اللي اشتغلت معاهم، اتعلمت منهم كتير قوي على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني. يمكن انا اغلب شغلي كان مع استاذ احمد السقا، اتعلمت ان النجوميه مش من فراغ، يعني انك تكون انسان جميل في المقام الاول هو ده اللي بيخليك فنان جميل ولك قبول عند الناس. الناس هتحبك اكتر لما انت تبقى بني ادم جميل وداعم ومساعد. استاذ احمد السقا كان كده جدا معايا، كان طول الوقت يعني بيدعمني وبيساعدني، وحتى لحد النهارده. النهارده الصبح كنا بنتكلم، كان يقول لك يا امير، يعني كان يقول لك ويوجهك لايه بالظبط عشان وانت بتادي الدور ده؟ هو دايما واحنا بنراجع المشهد قبل ما نشتغل، دايما بنقعد نراجع مع بعض المشهد، فهو يبقى له ملحوظات، يبقى له حاجات بيعلي بيها المشهد. وطبعا خبره السنين ونجم كبير جدا، فكان طبعا ملحوظاته بتفرق معايا. وبعد المشهد لما يجي يقول بس حلو يا امير او شاطر يا امير، يا كلمه صغيره بتخرج منه بس بالنسبه لي انا بتعني لي كتير، ان احمد السقا اللي بيقول لي كده. فطبعا كنت مبسوط قوي طول الشغل، حتى بالنجوم اللي انا ما كانش ليا معاهم شغل كنت بتعلم منهم ازاي انسانيا، ازاي اتعامل في اللوكيشن، ازاي احضر نفسي قبل المشهد، ازاي اتعامل مع زمايلي. كان في اجواء حلوه بصراحه من كل الناس، وعشان كده يمكن ده بان على الشاشه والناس كانت حباه يعني.